السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من عنوان الحلقة. في عنواننا لهذا اليوم: مظاهرات العراق تدخل أسبوعها الثالث، واستمرار القمع الحكومي للمتظاهرين وسط تلاعب حكومي ومحاولات لركوب موجة التظاهر. في أخبارنا مشاهدينا الكرام، نبدأ مع الوعود التي أطلقها حيدر العبادي لتوفير 10,000 فرصة عمل للمواطنين. ظهرت حقيقة هذه الوعود، دعونا نتابع مشاهدينا الكرام طريقة تسليم استمارات التعيين في البصرة من قبل الموظف المسؤول وبطريقة مذلة. رمى الموظف أوراق تقديم الطلبات بشكل مهين ومذل، جعل المواطنين يركضون خلف هذه الطلبات ويتصارعون فيما بينهم ليتحصلوا عليها. ولكن بعد وعود العبادي وبعد الطريقة التي شاهدتموها وبعد تقديم بعض العراقيين للوظائف التي وعد بها حيدر العبادي، يتفاجأ أهل البصرة بالعثور على وثائق التقديم للتوظيف في النفايات. فلنشاهد. هاي الطيه هم معاملات الوادي، حتى اقول لك هاي حتى بنت هنا هم بنات. هاي 10,000 فرصه عمل طاها العبادي العالم. هاي بعد عطيه على حق الاصول وصورتها عطيه، وهذه الزباين نوم صوره عرض عالم بالشارع. هاي وصور هاي الزباله كلها اليوم خاطر يشوفونها. كلها معاملات ترى، لا تشوفوها طابور. صحيح والله كلها معاملات. شوف ايش معامله، ايش معامله هاي الحكومه. بس هذا خطيه الزباله. زين بالزباله خطيه. شوف جيبها وياهم يسمعوا. خل فتحه كم وحده بيب والله. شوف هاي وحده. هاي شوف هذا خطيه. زين هذا شنو؟ مهدي عبد الكريم مهدي. شوف هاي ما حد تقني هذا خطيه. ما حد تقني. شوف 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 هاي الثانيه. ابو لا يظل عندك امل. هاي معاملتك بالزباله خطيه. شوف شوف هذا كسا فنجان خطيه. وثيقه التخرج هاي. شوف الله اكبر. بعد شاب قد مواليده، عرفت قد مواليده. تابعتم مشاهدينا الكرام هذه الطلبات التي قدمها العراقيون وهي في النفايات. نطرح السؤال مرة أخرى والذي طرحناه في وقت سابق: كيف لحكومة تحدثت في وقت سابق عن فائض بالموظفين ودخلت في سياسة تقشف، كيف لها الآن أن تطرح 10,000 وظيفة من أجل المواطنين أن يترشحوا ويقدموا أنفسهم وملفاتهم إلى هذه المناصب أو هذه الوظائف من أجل الحصول على دخل يعينهم أو يعينهم ويعيلهم كذلك على هذه الحياة الصعبة؟ لماذا في هذا الوقت تحديدا خرجت هذه الطلبات التي أعلن عنها حيدر العبادي؟ ولكن النتيجة دائما هي بفضح الحقائق وكشفها، وتخرج الحقيقة مهما طال الزمن. تابعتم الآن كيف يتعامل الموظفون الحكوميون مع المواطنين في تقديم الطلبات، وكذلك كيف وجد الموظفون أو المواطنون عفوا ملفاتهم في النفايات بشكل مذل ومهين وفيه كثير من الخداع والكذب. نبقى في تظاهرات العراق، حيث تظاهر بضعة أنفار من سجناء رفحاء في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب العراقي المتظاهر ضد الأحزاب الحاكمة، وإذ بمواطن عراقي يتدخل ويهاجمهم ويهاجم كذلك تواطؤهم ومحاباتهم للأحزاب والسياسيين الفاسدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، أحد قادة الانتفاضة الشعبانية المباركة السيد والي الزامري بكلمة في هذه المناسبة نستقبله الصلاة على محمد والي. اسمع هذه الرسالة. أنا عفوني كل شيء.
الشعب العراقي احنا طالعين مبارزة ضد الشعب مو ضد الاحزاب ضد الشعب عمي يا الماني احنا طالعين مبارزة ضد الاحزاب كافي بويا كافي عيب عمي عيب اكو دماء السين سيد هاي احترمها هاي حمامة علي المجامل علي يقول قول الحق احنا طالعين مبارة على الاحزاب كافي مبارة بلدنا رحنا كافي مجاملة يلا ولي يلا روح بطريقة يعتدون بها عليه بطرده بهذا الشكل لأنه قال كلمة أزعجتهم. هذا هو الحال في العراق، إن كانوا في الولايات المتحدة لم يستطيعوا يعتدوا عليه بالضرب لأن هناك قانون في ذلك البلد، ففي العراق يغيب هذا القانون ويعتدى على المعترض مهما كان ما طال أو ما زال هو في العراق، يعتدى عليه من قبل الدولة من قبل الميليشيات لأنه لا يوجد قانون يحميه ويحمي صوته. امرأة من المثنى تناشد شباب المحافظة للخروج والاعتصام وعدم السكوت حتى تحقيق مطالب المتظاهرين، فنشاهد. راح ننطر نلبس حزام وشتى وتطلع النسوان، ماكو غيرها والله ماكو غيرها. ليش يطلعون يهوسون ويرجعون؟ ليش لا ابقى هنا اخيم اسوي خيمه واقعد؟ والعباس ابو فاضل اذا جايبتكم مهره اصيله هنا اطلع 24 ساعة، اما تتنفذ مطالبنا اما ماكو باشر احد يداوم، ماكو دوام، كل عشية تلزملها بيت تلزملها دائرة، ماكو. والعباس ازن توثية وما اخلي واحد يعبر، اريد حقي انا. الدولة مثل ما اعطيتها ريحة الطيني، شطتني الدولة شطتني، انا خادمة الدولة 18 سنة وخادمة الدولة 20 سنة، واللي قاعد كاسب ومنعول سلفة سلفاه دارس واصل كلية وجامعة وامه وكله بفلوس دروس خصوصية، كل درس ب 175 الف وتاليتها قاعد يهفوله بالمهفة علي من عمي. وين يروح؟ يروح بالسوق؟ دمروا السوق، دمروا الدنيا، حتى العربين كسروا على راس الوصل العالم. عمي الى متى الى متى يصيحون الدجاجه البيضاء؟ لا احنا مو دجاجه بيضاء، احنا مو دجاجه. بس اقلكم شغله واحده، اني ادرب اهل السماء واسبع واسود، بس حرامات على اسود تقودها اغنام، بس هاي الكلمه من هاي وقيس، حرامات اسود تقودها اغنام، والبرلمان ترى اغنام أغنام، الله وكيلك والعباس كفيلك. إذا ما ولا من محافظة ولا بطيخ ولا صار إلي ولا ابن عمي، أنا أعرف شيء وأنت تعرف شيء، ليش نجامل رواحتنا؟ أنا اليوم ابن عمي صار محافظ، إي تعال ابن عمي وابن خالي وقرابتي، وين يعني يمن عليك؟ لا ما أرد يمن علي، أنا بتعبي، أنا طيت شهداء من الطوفتوة، رحنا لاريات محملة، شباب إيش حصلنا؟ ولد الخايبة راحوا وظلت الناس هنا، لفينا الدنيا هنا لفيناها، وتطلعنا مو زينين. ليش شعبنا ليش نايم؟ اردفتيهم. نكمل في المظاهرات التي تحدث في العراق. والدة احد المتظاهرين الذين قتلوا برصاص الميليشيات والاحزاب تطالب بفتح تحقيق بمقتل ابنها وفتح النار على المتظاهرين في محافظة المثنى.
نبقى في هذا الجانب حيث نعرض لحضراتكم الآن جانب من مظاهرات مدينة السماوة بمحافظة المثنى يوم أمس. أيضا في المظاهرات حيث تحدث متظاهر عن الأسباب التي أجبرته على الخروج للتظاهر ضد الحكومة والأحزاب الحاكمة. واحنا لما يناكم قاعدناكم واحد ثلاثة احنا لما يناكم هذا الشعب كله لباكم قلنا هذا الشعب لباكم والله والله ما حد فينا ما يحكي ولا تكتم حرام وتتكدون في الشوارع من البور شو تتكدون تكدون والله بالسطورة سووا جوابات للبور والناس تطلع عليكم يا بعد بالعيال ما من نية عمار الحكيم ما من نية نور ياسر ما من نية من هو بحر المالك باع شبابنا هالسبايكر السكتون عنهم والله ما عندهم غيره والعباس ما عندهم غيره والعباس ما عنده غيره والعباس بهذه الدموع التي تابعتم يتحدث ملايين العراقيين بهذه الآهات وهذه الآلام التي تخرج من باطنهم نتيجة الظلم والقهر والقمع الذي شاهدوه أو شاهدوه على مدى 15 عاما في العراق. شخصيات كثيرة تتهم بالفساد وتتهم بأنها هي التي قتلت المتظاهرين وهي التي قامت بجرائم حتى هذه اللحظة لم يحاسبوا عليها. نماذج كثيرة وتعرض وتطلق الأسماء هنا وهناك ولا يوجد تدخل حقيقي إن كان عراقيا من القضاء أو إن كان إقليميا أو إن كان دوليا للمساندة والمساعدة للشعب العراقي. المتظاهرون في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار أغلقوا مجلس البلدي واعتصموا أمامه حتى تحقيق المطالب، فلنشاهد. على أن المجلس البلدي لا يمثلكم ولا يمثلنا مقصرين وعاجزين ومهملين، لذلك أن أود أبين لكم للأسف الشديد كما وضع السيد رئيس الوحدة الإدارية إنه لا بإمكان حل المجلس. طبعا مشاهدينا الكرام، بالرغم من الانتشار الكبير الذي تشهده المحافظات العراقية بالنسبة للمظاهرات إلا أن هناك عتب ولوم يلقى على بعض المظاهرات التي تنطلق هنا وهناك في بعض المحافظات والتي يكون سقف مطالبها منخفضا مقارنة بالمطالب الكثيرة التي أطلقت في هذه المظاهرات. هناك انتقاد جاء من مواطنين عراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المظاهرات كهذه المظاهرة على سبيل المثال التي هجم بها مجلس بلدي في قضاء الرفاعي، في حين أن هناك ربما أمور أهم وأكبر من أن يسلط عليها الضوء طبعا أو يسلط عليها الضوء في العراق، كقضية السلطة الحاكمة، كقضية ما فعلته وسياساتها، وكذلك الشخصيات المتحكمة بالبلد في العراق. هناك سقف مطالب متدني لدى بعض المتظاهرين ويرجى طبعا بالتوصيات التي أعطيت وبالدعوات وبالرسائل التي وصلت
برفع مستوى المطالب وسقفها لكي تكون متوازنة أو متوازية مع المظاهرات التي انطلقت في محافظات أخرى. نتابع مع حضراتكم الآن قمع القوات الحكومية وتفرقتها لمظاهرة مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار والتي خرجت ضد فساد الأحزاب الحاكمة. يستمر هذا التعامل الحكومي مع المتظاهرين بالقوة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بإطلاق الرصاص، بقتل المتظاهرين، باعتقالهم، بإصاباتهم، بالاعتداء عليهم وتعذيبهم. هذه هي الطريقة التي تتعامل بها السلطة في العراق مع المتظاهرين، إن كانت حكومة حيدر العبادي أم حكومة الملك التي سبقتها أو التي سبقتها وهكذا. في هذا المقطع نعرض لحضراتكم شخصاً تم تداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، الحاج عبد الزهرة من الناصرية الذي ظهرت صورته أول أيام المظاهرات وهو يواجه سيارات مكافحة الشغب، عاد ليقود المظاهرات يوم أمس في مدينة الناصرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بفقرة آراءكم. المندسون الحقيقيون في المظاهرات التي انطلقت في المحافظات العراقية ليسوا العراقيين الذين يتظاهرون، إنما أشخاص آخرين، أحد أنصار المالكية أو حراسه الشخصيين يظهر وسط المظاهرات بلباس مدني وهو يرفع العلم العراقي لكي يوهم الناس أنه معهم. سنعرض لحضراتكم الآن صوره. هذا الشخص وهو في المظاهرات على يساركم كما تشاهدون، وها هو يرفع العلم العراقي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وهذه صورته مع نوري المالكي وهو يرتدي لباس أمن وبالتالي يعتبر بأنه عنصر أمن، وكذلك هذه الصورة مع المالكي بلباس أمني أيضا، ربما حارس شخصي أو ربما يعني مقرب من المالكي بشكل أو بآخر. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، هذه الشخصيات التي انخرطت في المظاهرات والتي حاولت أن توضح للناس أو توهم الناس إذا صح التعبير أنهم ضمن المتظاهرين وأنهم معهم وأنهم رفعوا العلم العراقي مساندة ودعما للمتظاهرين. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. يا رب عليك يقول هذا شنو طالع
طلعوا هم المندسين ويخربون المظاهرات أو التظاهرات ناس ما تستحي. في تعليق آخر، محبتي لله تقول حسبنا الله، أو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، دمروا العراق الخونة العملاء، الله ينتقم منهم ويخلص العراق منهم ذيول إيران. في تعليق آخر، ثائر يقول نعم هؤلاء هم عبيد الأحزاب المندسين من قبل السياسيين وأحزابهم الفاسدة. وفي تعليق آخر، عبد الله يقول الله يلعن كل واحد ظالم يسلب حق الشعب. ولدينا أيضا ضمن التعليقات مصطفى عادل يقول وحق علي هذا عرفة مسؤول بقوات الشهيد الصدر تابع لحزب الدعوة. وأخيرا الفتى العراقي يقول والله صحيح أنا شفت جماعة المالكي بالمظاهرة وكانوا يثقفون إلى بالانتخابات سابقا. طبعا المحاولات السياسيين بركب التظاهرات، بركب هذه الأمواج طبعا، بركوبها ومحاولة أن يكون هو الشخص البارز الذي دعم المظاهرات والذي ساندها. تذكرون جميعا ما الذي فعله نوري المالكي بمظاهرات العزة والكرامة في المحافظات الغربية، المحافظات الست المنتفضة، كيف هددهم وقمعهم وشتمهم واتهمهم بأنهم قواعد وأنهم دواعش وأنهم بعثيين، ومن هذه الاتهامات التي أثبت الوقت زيفها وزيف الادعاء الذي أطلق عليهم. كيف تعامل النور المالكي مع المظاهرات التي انطلقت في 25 شباط في ساحة التحرير عام 2011، كيف قمعت واعتدي على المتظاهرين، دليل حافل وتاريخ حافل كذلك بالأدلة حول السياسيين الذين تعاملوا مع المظاهرات سابقا. نراكم بعد قليل. بفقرة هاشتاج الموضوع طبعا واضح عن الشأن العراقي، المظاهرات في العراق، العراق ينتفض هو الوسم الذي تفاعل النشطاء العراقيون معه على موقع تويتر. منتصر يقول في 2018 ومطالب الناس كهرباء وماء صالح للشرب مع علامات استغراب، بس هذا الشيء يكفيكم؟ عاري حزب الدعوة من الآن إلى يوم يبعثون. في تغريدة أخرى، عدي يقول ليس هناك مندس إلا الفاسدين وأحزابهم. ولدينا أيضا ضمن التغريدات التي جاءت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بهذا الشأن، حسام يقول إلى من يعارضون المظاهرات في العراق راجعوا أفكاركم أو راجعوا انتماءكم أو راجعوا طبيبا نفسيا. وآخر التغريدات لدينا في هذا الصدد، علي الراوي يقول حين ثأر الأوروبيون رفعوا شعار اشنقوا آخر ملك أو آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، كان شعارا مؤلما ومعبرا عن مرارتهم من تحالف رجال الدين الفاسدين مع الحكام الطغاة. هل تعتقدون أن هذا اليوم قد يحدث في العراق؟ لا أحد يعلم. عموما هذا كان ما لدينا بفقرة الهاشتاج، نراكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام، في الختام نترككم مع هذه القصيدة للشاعر العراقي خضير هادي في دعم المظاهرات ورفض السياسيين والأحزاب الحاكمة في العراق. يفزز الطرشان ثوروا على الفساد.